يعني ايه كلمه فخ؟ وانا لسه كنت بتناقش مع زمايلي، الفخ ده يعني ايه؟ يعني طرفين او طرف، او خلينا نقول طرفين، طرفين عايزين يوقعوا الطرف الاقوى، طرفين عايزين يوقعوا الطرف الاقوى، او انديه عايزه توقع النادي الاهلي لان هم عارفين كويس جدا، او انديه ومسؤولين في الاتحاد عايزين يوقعوا النادي الاهلي، وبالتالي ليه؟ لان النادي الاهلي هو الاقوى وهو الاكبر، خصوصا في حاله وجود جمهوره، جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي والاساسي في كل شيء، مع احترامي لكل الانديه اللي موجوده وكل الانديه فوق دماغي وما عنديش اي مشكله مع اي حد، ولكن الحقيقه واضحه وضوح الشمس ان هذا الجمهور، جمهور النادي الاهلي، لما بيكون في الملعب بيخوف بقيه الانديه بالكامل، بيخوف كل الانديه الثانيه. فعشان كده هناك من يسعى، هناك من يسعى لعدم عوده جمهور النادي الاهلي مره اخرى للمدرجات. بجيبها لكم على بلاطه اهو، هناك من يسعى لعدم عوده جمهور النادي الاهلي مره اخرى في المدرجات. عن طريق ايه؟ عن طريق انت بتعمل لك فخ. بيحصل ده بتطلع عقوبات هزيله، فالمفروض اللي يحصل ايه؟ او يعني ان الناس عايزه تدافع عن نفسها، عايزه تتكلم، عايزه تقول، فتطلع في المباراة القادمة ان هي تشتم هنا او تشتم هنا او تشتم هنا، ولكن الحقيقة ده مش هيحصل، لان ده عمره ما كان صح، وعمره ما كان مبادئ واخلاق النادي الاهلي، وعمرها ما كانت مبادئ واخلاق النادي الاهلي. مبادئ واخلاق النادي الاهلي اللي اتعلمناها بالمناسبة من سنة 1907 وحتى الان تحتم علينا. علينا دول اللي هم مين؟ علينا كإدارة، علينا كلاعبين، علينا كجمهور، ها؟ اللي الجمهور القديم اتعلمها من اللي قبله ومن اللي قبله ومن اللي قبله لغايه لما وصلت يعني ايه اخلاق، ويعني ايه ازاي اشجع بشكل جيد داخل الملعب من خلال حاجات كتيره جدا انا اتعلمتها وعرفتها من 1907 لغايه الان، لغايه 2019. فهل جمهور الاهلي هيقع في الفخ ده؟ ده سؤالي. هل جمهور الاهلي هيقع في الفخ ده؟ أنا متأكد إن جمهور الأهلي مش هيقع في الفخ ده، لأن كل اللي بيقول لي الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هو حضراتكم أو جمهور النادي الأهلي، كلهم بيقولوا لي إيه؟ يا كابتن إحنا عارفين إن هو فخ، وعارفين اللي بيحصل ده علشان في أندية معينة عارفة إن لو جمهور النادي الأهلي بقى موجود في المدرجات معنى كده إن النادي الأهلي هيكسب كل حاجة. النادي الأهلي بيفتقد جمهوره بشدة في مباريات الدوري، في بعض في مباريات الدوري، في بعض المباريات الافريقيه، وفي كل المباريات الاخرى. فكل اللي انا بطلبه من حضراتكم ان احنا عايزين نبقى زي انا اللي كلمني مثلا من امبارح لغايه النهارده حوالي 200 واحد او 300 حد بيشجعوا النادي الاهلي. ال 200 واحد اللي بيكلموني دول وهم بيتكلموا معايا بيعرفين ان هو ده فخ، عارفين ان اللي بيحصل ده ما هو الا احنا عايزين جمهور النادي الاهلي يروح الماتش اللي جاي ويحصل كذا وكذا وكذا، فبالتالي جمهور النادي الاهلي يتم منعه خلال الفتره اللي جايه من خلال لجنه الانضباط ومن خلال الاتحاد المصري لكره القدم، او اللجنه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم. ولكن كل الناس اللي بتكلمني فاهمه وعارفه كويس قوي ايه اللي المفروض يمشي أو إيه اللي المفروض يحصل خلال الفترة اللي جاية. كل اللي أنا بطلبه ويعني ده رجاء، وأنا متأكد يعني مليون في المية إن أنا رجائي ده هيوصل لحضراتكم، ومتأكد مليون في المية إن كل الكلام اللي أنا بقوله هو مفهوم للناس اللي قدامي أو للناس اللي بتتفرج عليا. من فضل حضراتكم، النادي الأهلي يحتاج لجمهوره، النادي الأهلي يحتاج لجمهوره وبشدة. النادي الأهلي منذ إنشاؤه في 1907 ولغاية 2019، خلال هذه المدة وخلال الفترة دي بالكامل، كل الإنجازات اللي عملها ال 136 بطولة اللي عملها النادي الأهلي خلال هذه الفترة كان سببها الأول والرئيسي هو الجمهور. هو في حد مش عارف الكلام ده؟ مصر كلها، العالم كله عارف الكلام ده كويس، وبالتالي العالم كله عارف
ان جمهور النادي الاهلي لو ما بقاش موجود في المدرجات هتبقى حاجه كويسه جدا، لان العالم كله عارف قيمه جمهور النادي الاهلي. ف بما ان كل الناس دلوقتي او كل الانديه الاخرى بتحاول ان هي، او انديه معينه بتحاول ان هي ما تجيبش حضراتكم للمدرجات خلال الفتره اللي جايه، فما فيش مانع ان هم يخلوكم تيجوا المدرجات المره اللي جايه علشان يحصل مشكله. وبالعكس احنا عندنا خلال هذه الفتره الكل يريد عوده الجمهور، قيادات عايزين عوده الجمهور باي طريقه، لان شفنا في كاس الامم الافريقيه قد ايه التنظيم كان رائع وقد ايه الشكل اللي كان موجود كان رائع. فايه اللي ايه اللي يحصل؟ ناس بتقعد في قاعده انا عارفها وعارفها كويس، بيقعدوا في قاعده يقول لك ايه؟ احنا نعمل كذا فيحصل حاجه او عقوبات معينه، فالعقوبات دي تطلع فحد يطلع من الناحيه الثانيه يقول لك اصل العقوبات دي مش هنتعامل ومش هنعمل ومش هنخلي ومش هنسوي، وبعد كده ايه؟ يبقى الفخ بيتنصب اهو. يبقى الفخ بيتنصب. ولكن جمهور النادي الاهلي اذكى واوعى من الجميع. وجمهور النادي الاهلي اذا قدر المباراه القادمه مباراه السوبر المحلي ان تكون بجمهور ان شاء الله خلال الفتره او خلال المباراه القادمه اللي هي المفروض اللي هي يوم 20 سبتمبر، لو قدر للمباراه دي انها تبقى بجمهور هتشوفوا قد ايه جمهور النادي الاهلي هو جمهور ملتزم، قد ايه جمهور النادي الاهلي هو جمهور مش هيشجع غير فريقه بس، مش هيعمل حاجه تانيه، هيشجع